صباح الخير صباح الامل والتفاؤل والسعاده والابتسام وكل حاجه حلوه معاكم نانسي الشيني على مدار ساعه مع برنامجكم نص الدنيا اي 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 دكتور سنتي بتوجعني كلنا بنوجعنا اسناننا وكلنا بنخاف نروح لدكاتره السنان والنهارده معانا دكتوره نورهان البي هتعرفنا ازاي نحافظ على اسناننا وازاي نهتم بيها ويعني نحاول ما نروحش لدكتور سنان كتير اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك ازاي نحافظ على اسناننا مبدئيا آه هنمشي باستراتيجيه صغيره اسمها امن نفسك امن نفسك آه الالف آه هنقول ان هي استكشف المشكله الميم معجون السنان نون نضافة الصبح نون تانية نظافه بالليل ال فلورايد عنصر اساسي آه السين عندنا حاجتين السواك او غسول آه الفم عامه الكاف طبعا اهم حاجه عندنا طبعا الاكل ف... فبدايه استكشف المشكله ان انا إيه لو عندي اي وجع او اي حاجه طبعا بروح لدكتور السنان او بتصل بيه عامه يعني إيه الميم معجون بستخدم المعجون بتاعي ده اساسي مع الفرشه طبعا فرشه السنان هل في نوع فرشه معينه المفروض ان اي حد يستخدمها يعني مثلا اللثه الحساسه ليها فرشه معينه لان احنا بندخل الصيدليه بنلاقي انواع فرش كتير فرشه ناشفه شويه فرشه شعرها كتير فرشه شعرها قليل ايه الفرق الفرق ان في في ثلاث انواع من الفرش مبدئيا فرشه ناعمه وفرشه متوسطه وفرشه يعني تعتبر زي نشفة خشنه شوي. او او ناشفه امتى استخدم دي او مين يستخدم دي مين يستخدم دي مين يستخدم دي؟ هو مبدئيا معظم الناس المتوسطه خلينا في المتوسطه دي هي الجنرال يعني بالنسبه للفرشه الناعمه دي بتبقى للناس سنانها حساسه فبيبقى الموضوع بالنسبه لها كويسه، الاطفال طبعا شيء اساسي النعمة. طبعا ناعمه وصغيره. بالنسبه للخشنه دي مش بنفضلها لان هي ممكن تاكل من طبقه المينا يعني على حسب استخدامها لو غلط. ايه الداعي؟ يعني معموله ليه طيب؟ يعني مين اللي المفروض يستخدم الفرشه الخشنه؟ مين المفروض يستخدم الفرشاة الخشنة هو احنا مش بننصح بيها عامة يعني هو اه 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 يعني بتأذي يعني برضه في اللثة ال... يعني طيب احسن نوع النعمة النعمة للناس للح... اللثة للح... لل... الحساسة او الاسنان الحساسة والمتوسطة للناس, للناس الطبيعية الطبيعي تمام طيب ناس كتير لما بتنام بيحصل لها حالة زي جز على السنان بتصحى مصدعة واسنانها ممكن تصحى اصلا من صوت الجز ده بيبقى ليه اسباب نفسيه يعني ولا دي ليه اسباب عليها علاقة ليها علاقه بالاسنان؟ اه وايه علاجها؟ ليها علاقه بالاسنان لا هي مش ليها علاقه بالاسنان هي ليها علاقه ممكن الواحد لو عصبي او تنشن او مشاكل برضو نفسيه بيبقى ستريس فبيجز على اسنانه والمشكله دي ممكن بتظهر يعني الواحد بيحس بيها وممكن ما ما بيبقاش يعني اللي هو لا انا بجز على اسناني دي طبيعتي. م. فالمشكله دي كعلاج ليها بيروح لدكتور السنان بيتم اخذ مقاسات عادي بتروح المعمل بيتعمل زي عضادة زي بتوع البوكسنج اللي بيلبسوها اوكي فبتبقى حمايه وانا بجز على اسناني بيبقى زي ك... يعني ككشن لل اوكي آ... للسنان للسنان يعني بحيث ان هو حاجه حمياها ككفر حميها اوكي بينام بيه ولما يصحى بي بالظبط دي بتخليه يتخلص من العاده دي ولا بتحمي السنان يعني كعلاج مؤقت؟ هي مع الوقت بتاخد فترات معينه بحيث ان الموضوع يقل او يتلاشى. في اطفال بي... بي... بيمروا بالظروف دي آه. نظرا لاي مشكله عندهم امتحانات اه بالظبط سن صغير كمان سنة يعني. صغير. فبيبقى الموضوع بالنسبه لهم برضو بيتاخد مقاسات برضو والموضوع ممكن يمشي معاهم ممكن فتره مثلا ست شهور على حسب مثلا فتره معينه م. بس بس الموضوع بيتحل يعني طب الحمد لله طيب احنا كلنا عايزين سناننا تبقى شكلها حلو وبيضه م. وطبعا كلنا بنشرب سجاير، قهوه، آه، شاي، آه، مش عارفه في حاجات كتير قوي يعني ناس كتير بتشرب حاجات كتير الموضوع بيخلي السنان صفرة او بي... بيخليها يعني عموما مع كمان الشوكولاته والمكرونه وال يعني في حاجات كتير قوي بتالي كل حاجه تقريبا بتغير الوان السنان. بالظبط. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اولا انا عايزه وصفه طبيعيه في البيت. ممكن أي ست أو ربة منزل تعملها لأسرتها. طيب مبدئيا كلنا الصبح نصحى الصبح نشرب كوباية القهوة، نشرب كوباية الشاي، نشرب نسكافيه. بالظبط. نعمل إيه بعدها بقى؟ أيوه هخش أتمضمض بمية عادي بحيث إن أنا يعني لو في أي بواقي أو حاجة على السنان تروح. ده مبدئيا ده لو شب الصبح يعني حاجة اللي هو داخلة في ممكن أشرب ممكن مية، المية ده للمنع. لا. إن أنا ب... لا. للحماية لا. للحماية. السنان إن أنا شربنا النسكافيه من واحنا صغيرين شربنا القهوه كلنا شوكولاته سناننا اصفرت هل في حاجه مثلا ممكن مع غسيل الاسنان وكم يعني كم مره مثلا اغسل سناني كم مره اغسل سناني على حسب مثلا هو مبدئيا صبح وبالليل دي زي ما قلتها في استراتيجيه امن نفس بالظبط آه هو المفروض بعد كل اكل طبعا مع, مع اي شرب ده يعني عشان برضو اقلل من الالوان اللي ممكن تبقى بتترسب على الـ على ال على السنان مبدئيا يعني عباره عن يعني زي بفتة البيضة مش م. بتتاثر باي حاجه طب تبييض السنان بقى اللي هو الكيميكال لما انا رحت لدكتور السنان وعايزه ابيض سناني في مثلا اجراءات معينه لازم اتخذها بعد ما عملت التبييض علشان احافظ على اسناني بتكون بيضه وتفضل بيضه ولا وهل ليها مده معينه؟ هي ملهاش مده معينه ما دام انا بحافظ على على اسناني دي, دي 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 حاجه اساسيه لأن يعني انا وسيله الحفاظ هي اللي بتخليني ان انا اقدر اعيش باللي انا عايزه فتره مش هحددها. تمام. فهي ان انا احمي نفسي هي دي الاساس بتاع السنان عامه يعني طيب وهل في مأكولات او مشروبات بعد ما اعمل تبييض عند الدكتور المفروض ان انا ما اكلهاش او ما اشربهاش يعني طبعا النسكافيه والشاي, والشاي والقهوه دول عادي؟ بيأثروا في ان اللون يتغير والحاجات طبعا الحاجات الحامضية بتاثر برضو على السنان عموما الحاجات الساقعه قوي والسخنه قوي دي برضو بتاثر في في السنان مبدئيا يعني واحد يشرب هتلاقي حتى التلج ممكن ناس ما تستحملوش وناس تستحمله دي على حسب برضه الطبيب بعد التبييض يعني بعد التبييض الاسنان بتبقى حساسه اكتر آه لا هو ممكن يعني مع الوقت الموضوع آه يعني على حسب كيميكال ولا ليزر ولا الموضوع أو. بيختلف برضه يعني تمام طب ايه بس احسن طريقه الكيميكال ولا الليزر؟ هو دلوقتي هو دلوقتي يعني هو الاثنين يعتبروا الاثنين ايكوال يعني مش تمام مفيش حاجه يعني تعتبر طب لو رجعنا لتنظيف الاسنان تاني وقلنا الفتله ولا الخله ولا ايه احسن طريقه ان انا مثلا اشيل رواسب اكل ما بين الاسنان؟ هو احسن حاجه طبعا اولا الموضوع الخله لوحده ده مرفوض تماما يعني ليه بيأذي بيأذي اللثه بيأثر على اللثه بالنسبه هنستعمل هنستعمل ايه؟ هنستعمل الفتله الطبيه او الخيط الطبي دي عباره عن خيط معمول بماده معينه بيخش ما بين السنان يعني بتبقى موضوع مش بيأذي اللثه قدر اللي بتعمله الخل اما الحاجه التكميلي لازم تبقى معاها طبعا الغسول أوه. فالغسول دي حاجه مهمه الفرق ايه مثلا انا هو في ناس بتقول ان انا اه هخش مثلا هغسل سناني بالفرشه والمعجون وخلاص الغسول ممكن ما استعملوش بالنسبه للغسول 100% بتوصل لكل الاماكن بتاعه السنان اما الفرشه الفرشه بتوصل لاماكن معينه مم. ممكن ما اضمنش ان في اماكن مثلا اه يعني آه وصلت لها الفرشه مم. وخصوصا اللسان اللسان في ناس بتهمل موضوع اللسان بحيث ان آه. هو لازم بنضف بنضف الحاجات اللي على اللسان آه وفي فرشه بتبقى على ظهرها حاجه كده زي نتوءات بتنضف اي حاجه مترسبه على اللسان يعني ايا كانت ايه هي فالموضوع برضو مهم بالنسبة للخيط الطبي وبالنسبة للغسول التكميلي معاها لانه علاج تكميلي برضه. تمام. الغسول بيغني عن معجون السنان؟ لا. لازم ده مع ده. ده مع ده. طيب رائحة الفم كل الناس لما بتصحى من النوم حتى ساعات في ناس بقى بيستمر معاها بعد غسيل السنان وبرضه بيبقى لسه ساعات لبعض الناس في لا ريحة مش مستحبة أو كده، هل دي هل دي زي اصحاب القولون العصبي مثلا او هل دي يعني ليها مرض بتاثر ب... طبعا أي, أي حاجه داخليه يعني بتأثر. دي اه يعني ده مرض داخلي ولا دي بيبقى ليها علاقه بالسنان لا هو في حاجه ممكن بتاثر طبعا السجاير بتخلي ريحه السنان مش حلوه عامه يعني تمام وفي دلوقتي غسول يعني للناس اللي بتشرب اه دي حاجه كويسه في الوقت الحالي بالنسبه لل ممكن يكون في مشاكل في المعدة أو مشاكل في المريء عامة مشاكل داخلية بتأثر على إنه يبقى بكتيريا عامة بتطلع على البق فبتأثر على ريحة عامة عادي يعني. معدته سليمة عبرها. وكل حاجة بس هو مش عارف إيه السبب ممكن يبقى ترسبات جيرية ودي ناس كتيرة قوي بتجهل الموضوع ده ترسبات جيرية جيرية جير يعني على السنان أوكي دي اللي بتحتاج إن هو كل مثلا ست شهور بروح لدكتور الاسنان علشان اشيل الجير ده اللي هي اسمها عن جلسه تنظيف صح؟ جلسه التنظيف ده عباره عن جلسه التنظيف صح؟ تمام طيب بيحصل ايه بقى في جلسه التنظيف؟ جلسه التنظيف أه بشيل اي حاجه على السنان كزوائد مش أوكي. كهيكل السنة نفسه مم. حاجه على السنان هو زي 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 بالظبط عامل زي الطوب كده بيبقى موجود مترسب على السنان نفسها ف بحاول ان انا لما بنظف بنظف دي الحاجات دي كلها وبخش بعمل تنظيف للسع لانه بيبقى على السنان وعلى اللثة بتعمل طبعا الترسبات دي بتعمل التهابات في اللسع ومنها نزيف الناس اللي بتيجي مثلا تقول انا مشكلتي ان انا على طول سناني بتجيب دم نفتح. في ناس مش بتعرف تغسل سنانها بسبب ان الفرشه حتى لو الفرشه الناعمه وبرده بتعمل دم وكده بالضبط ده ممكن يكون ف... يعني حوار تاني بقى انه مشكله نقص فيتامين سي ممكن بحتاج ان انا اخد فيتامين سي بحيث ان أقل الموضوع ده شويه يعني فيتامين سي مهم لللثه طبعا طبعا وان الناس اللي بتتعور اللثه بتاعتها من غسيل الاسنان او من اي حاجه بصوره دوريه لازم يكتروا من فيتامين سي م. فايده جديده ما كناش نعرف <تصفيق> 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 طيب هل تسوس الاسنان ممكن يغير رائحه الفم هو عباره عن بكتيريا يعني هو بعد الاكل بتتكون طبقه على السنان بتسمى بلاك يعني بتبقى مترسبه هي مع الوقت هي اللي بتعمل تسوس وبرده مع الوقت برده اي ترسبات بتعمل ريحه بتبقى حاجه زي حاجه طريه كده بتبقى متغطيه على الكفر على السنان كلها فبيبقى المشاكل بتاعتها بقى بتوصل لتسوس وبتوصل بقى لعلاج عصب وبتوصل لمشاكل كبيره في ناس محافظه على سنانها يعني بتغسل سنانها بتعمل روتين يومي وبرده سنانها بتسوس دي, دي بترجع طبيعة اللعاب بتاع الشخص نفسه في لعاب حميدي ولعاب يعني فالموضوع القلوي فبيبقى الموضوع انا معرض اكتر ان السنان تسوس حتى هتلاحظي ان السنان بتاعتي فجاه لا ده ما عندوش تسوس خالص ده عنده تسوس في كل سنين ومع انه بيغسلها طبيعته كده فاللي هو طب علاجها ايه ان انا احاول اكل الاكل عامه بيكون حلويات احاول اقلل بقى الحلويات كل دي. الدكاتره في اي مجال اللي <applause> نمنع الحلويات ايوه <applause> اي مجال في الدنيا إيه دي نمنع دي الحلويات هي دي مشكله الجيل حاليا اي حاجه حلويات شوكولاتات بقى وانواع الشوكولاته اللي بتطلع وفي الموضوع يعني كل يوم بيبقى حاجات جديده بقى والحاجات الاستيكي طبعا دي بتبقى مضره جدا لل للاسنان عامه طيب في اخر فقرتنا انا عايزه نصيحه لاي حد ازاي يحافظ على اسنانه يعمل حاجه روتين يومي و... وبعد النصيحه بقى نبدا نبص على الصور بتاعتنا سريعة تمام آه طبعا هرجع برده للاستراتيجيه المهمه البسيطه السهله حتى للاطفال يعني ازاي امن نفسي منها الاثنين نون نون بتاعت هغسل سناني الصبح واغسل سناني بالليل هستخدم المعجون لو اي مشكله هتصل بدكتور الاسنان او هروح له. بالنسبه للاكل هقلل الاكل الحاجات الحمضيه والحاجات الحلوه والحاجات دي وهقدر ان انا اغسل طبعا بعد ما بعد ما باكل اي حاجه وفي نفس الوقت استخدم اي حاجه فيها فلورايد حلوه جدا للسنان وبتبقى مضاده للتسوس وبالنسبه للاطفال طبعا لازم هنخلي بالنا منهم في الحاجات دل دل دي ونعمل كنترول جاي وده دول قصه تانية ربنا قدرنا عليهم ان احنا يعني غسيل الاسنان صبح وليل و... والغسول ينفع للاطفال الغسول ف... الغسول بيبقى من سن معين عشان ممكن بيبلعوا في اوقات يعني بيبقى الموضوع مش مش يعني مش ظريف يعني م. طيب احنا معانا دلوقتي صور اه... حضرتك عايزينك تعلق لنا كده على الصور دي اه... الصوره الاولى نزلت على الشاشه اهي دي ايه دي بالنسبه لحاله مفروض جايه سنتها اللي قدام اتلخلخت ووقعت ف قالت لي حابه ان انا يعني يبقى شكلي حلو وفي نفس الوقت مكان صغير فانا هعمل ايه فعملنا تعويض للسنة يعني اللي قدام فالموضوع طبعا قبل وبعد فالموضوع اختلف كتير يعني حتى في الشكل و والضحكه طبعا رجعت لها تاني عشان يعني عرفت تضحك آه. بعد كده حلو جدا طب الصوره اللي بعدها دي بالنسبه للحاله دي دي آه فينير آه آه. آه هي كانت عندها مشكله في في سنه قدام كانت صغيره فحابه ان الشكل يبقى كله يبقى آه يعني يبقى يبقى شكله يبقى كويس يعني اه يبقى كله متناسق اه وكان بعض. عندها برضو مشكله صغيره كمان ان عندها الجزء اللي فوق من الشفه كان آه قريب قوي من السنان فعملت زي عمليه صغيره كده بحيث ان هي تبقى تعرف تضحك كويس تمام آه ده باختصار يعني شديد في صوره آه بعدها هي. اه ده من المعمل درس تعويضي اه درس, درس تعويضي آه درس وده دي برضه حالة من الحالات اللي كانت مركبة سنانها لقدام كلها برضو شغل المعمل الصورة اللي جاية اخر صورة معانا اللي هي دي اه ما دي. هي دي نفس الحالة دي بعد البرد اللي هنركب ده آه عشان قبل بالزبط. ما نركب بالظبط آه. اه تمام وده طبعا الشكل النهائي بتاع الصورة آه. وطبعا ضحكة حلو جدا دكتور نورهان احنا بنشكرك معلومات مفيده جدا وانتي نورتينا بجد ميرسي ربنا يخليكي وان شاء الله تبقي معانا تاني قريب نكمل كلامنا لان اسئلتنا كتير قوي مشاهدينا الاعزاء استنونا لسه معانا فقرات كتير